أعطيكم أنا المقاربة التقنية العلمية اللي هي معناتها تقوم على معايير علمية. صندوق النقد الدولي حط لتونس معناتها مهلة باش ننجزوا فيها الملف نتاعنا ونستجيبوا معناتها لجميع المؤشرات النسب اللي لازمنا نقعدوا فيها باش يقعد الملف نتاع تونس مقبول من الناحية معناتها الحسابية. نحن وقت اللي استكملنا اتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل استكملنا اخر معناتها معيار من المعايير اللي باش تقبل بها الملف اللي قدمته الحكومه التونسيه اللي هو برنامج اصلاحات كبرى مربوط بتمويلات تحصل عليها تونس. والملف اليوم اصبح مقبول من الناحيه التقنيه. يعني كيفاش نقولوا فما شروط الكل استجابت لها الحكومه التونسيه. تويكا كما تعرفوا فما زوز مستويات. فما المستوى الاول اللي هو يتسمى ستاف ليفل اجريمنت اللي هو هذايا الاطارات التقنيه نتاع صندوق النقد الدولي بعد ما تستكمل الدراسه نتاع الملف التونسي تحت الموافقه نتاعها وتقول راهو الملف هذايا اصبح مقبول من الناحيه التقنيه 100%. هذا ستاف ليفل اجريمنت قريب نوصلوا له خلال الاسابيع المقبله. احنا تو بصدد عقد جلسات معناتها اون فيزيو كونفرنس معاهم والامور طيبه وملف تونس مقبول ومستوفي لجميع الشروط. ثم في الاجتماع المقبل نتاع مجلس الاداره نتاع صندوق النقد الدولي يداول مجلس الاداره في الملف نتاع تونس اللي باش يرفعوه له تقنيا نتاعهم ويصادق عليه. نحن اللي نجم نقولوه اللي بمجرد حصولنا على ستاف ليفل اجريمنت باش نجم وقتها ننطلقوا في الحصول على اول التمويلات اللي باش تجينا من عند الدول الصديقه اللي وعدتنا بمجرد نحصلوا على ستاف ليفل اجريمنت باش ننطلقوا في صرف التمويلات على خاطر هذا المعمول به. معناتها في خلال الاسابيع بل نهايه هو كان لاحظته سيد محافظ البنك المركزي قال بين 2 مليار و4 مليار دولار. هو الحقيقه علاش؟ على خاطر تونس راهي مش طالبه من صندوق النقد الدولي انه باش يقرضنا اموال. احنا طالبين فقط من صندوق النقد الدولي انه يمضي معنا الاتفاقيه اللي باش تقول راه برنامج تونس راه برنامج مقبول وراه برنامج تونس برنامج يقدر يحقق النتائج نتاعو في 3 سنوات. وهذا اللي طالبينه الدول الشقيقه والصديقه باش يشرعوا في تمويل الدوله التونسيه. فبالتالي نحن باش نقدموا اكبر عدد ممكن من المشاريع، اكبر عدد ممكن من المشاريع اللي عندنا نحن المقدره باش نسيروها. على خاطر راه نحن اذا نحبوا نتجاوزوا التوقعات نتاع العالميه نتاع النمو اللي هي توا البنك الدولي قال لي فما انكماش اقتصاد العالم السنه المقبله بسبب ارتفاع التكلفه نتاع المحروقات. كما تعرف كتب التكلفه كبيره الاستثمارات تنقص. نحن نحبوا ندخلوا في مقاربه اخرى اللي نتجاوزوا هذه الصعوبات ونكبروا في الاستثمارات لكن قاعدين نحضروا في منظومه نتاع حوكمه حقيقيه اللي تضمن انه الاستثمارات هذه تكون استثمارات حقق النجاح نتاعها بعد 3 سنوات باش نجموا نشوفوا وقتها النمو في تونس. وكما تعرف وقت اللي فما نمو فما استثمار وفما تحسين مقدرة من هنا نهايه السنه باش فما يكون اتفاق. اكيد هو معناتها ان شاء الله خلال الاسابيع المقبله باش يكون عندنا ستاف ليفل اجريمنت وقبل موفى سنة بكل تأكيد باش نعقد مجلس إدارة نتاع البنك الدولي وإن شاء الله باش ملف تونس مقبول من ناحية تقنية. معناتها هذا هو اللي متأكدين منه.